السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الدارسين بالمدارس الثانوية التجارية والمدارس الثانوية الفندقية. Dear viewers, dear second grade students studying at commercial secondary schools and secondary schools for hotel affairs. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء ومادة اللغة الإنجليزية. حلقتنا النهاردة إن شاء الله هتكون عبارة عن شرح ليونت 2 بعنوان Skills at Work أو مهارات في العمل. هنبتديها الأول بـ vocabulary، بعد كده grammar and structure، وبعد كده هنشرح مع بعض إزاي نحل الـ exercise. Yeah, let's get started. زي ما احنا شايفين قدامنا العنوان بتاع اليونت unit 2 skills at work، بمعنى مهارات في العمل. نبتدي مع بعض نشرح الـ vocab بتاعنا ونشوف معناه ايه. أول حاجة معانا you should follow the instructions in the memo. You should follow the instructions. Instructions بمعنى تعليمات، يعني يجب عليك ان انت تتبع التعليمات الموجودة في memo، هي مذكرة. يبقى في عندنا كلمة instructions بمعنى تعليمات وكلمة memo بمعنى مذكرة. معنى الجملة بتاعتنا ايه؟ يجب عليك ان تتبع التعليمات او الارشادات الموجودة في المذكرة. The office manager sent a memo to all clerical staff. The office manager. Office manager بمعنى مدير المكتب. Sent a memo يعني أرسل مذكرة to all clerical staff لكل هيئة الكتابية. يبقى clerical staff بمعنى الهيئة الكتابية، اللي هي هيئة الموظفين المسؤولة عن الملفات والمسؤولة عن الخطابات والمسؤولة عن correspondence اللي هي المراسلات. يبقى معنى الجملة بتاعتنا the office manager sent a memo to all clerical staff، يعني مدير المكتب أرسل مذكرة لكل الهيئة الكتابية، كل هيئة الموظفين الكتابية. الجملة اللي بعد كده reception staff should answer the telephone with the name of the company. يعني ايه reception staff؟ reception staff اللي هي هيئة العمل التي تعمل بين بالاستقبال. يبقى reception staff يعني هيئة العمل بالاستقبال. should answer يجب عليهم ان هم يردوا على الهاتف with the name of the company باسم الشركة. يعني اول ما يردوا على التليفون لازم ان هم يقولوا اسم الشركة الاول. يبقى الاكزامبل بتاعنا reception staff should answer the telephone with the name of the company. الجملة اللي بعد كده after writing a message read it aloud to the caller to check that the details are correct. after writing a message يعني بعد كتابة الرسالة read it aloud to the caller بتقرأها بصوت عالي، صوت واضح للمتصل to check that the details. كلمة details بمعنى تفاصيل. The details are correct يعني التفاصيل صحيحة. انت بعد ما بتكتب المسج اللي بتتمناها اللي بتتملاها على التليفون، بعد ما بتتملاها بتقرأها بصوت عالي للمتصل. ليه؟ to check ان انت تتأكد وتراجع ان التفاصيل كلها صحيحة. بعد كده عندنا memo. يعني ايه memo؟ قبل ما نعرف مع بعض طريقة الكتابة بتاعت الميمو لازم نعرف الأول هي معناها إيه. المذكرة أو ميمو هي عبارة عن إيه؟ مجموعة تعليمات المدير الشركة بيرسلها للموظفين بتوع الشركة أو لمجموعة من الموظفين. يعني ممكن هو يوصلها لكل الموظفين all employees أو ممكن مجموعة منهم، مثلا ليكن مثلا reception staff أو ممكن clerical staff. فبيديلهم إرشادات واضحة. الإرشادات دي بتكون بنموذج مذكرة. النموذج بتاع المذكرة بنكتبه إزاي؟ ده اللي هنتعرف عليه مع بعض دلوقتي. يلا نشوف. المذكرة بتتكون من أربع أركان رئيسية. أول حاجة معانا from بمعنى من. from بمعنى من. يعني إيه من؟ يعني the writer's name and job. يعني بنكتب فيها the writer's name and job، اسم الكاتب بتاع المذكرة ووظيفته. يبقى اسم كاتب المذكرة ووظيفته. طب فرضا انا في صيغة السؤال ما جابليش غير اسمه فقط، تمام احنا بنحط الاسم فقط. جاب لنا الداتا فيها اسمه ووظيفته، في الوقت ده بنحط ايه؟ الاسم والوظيفة، بنحط البيانات كاملة. بعد كده to بمعنى الى. الى يعني
موجهة إلى مين؟ The reader's name، يبقى اسم قارئ المذكرة. طيب اللي هو مين؟ اللي هو المستقبل للمذكرة المرسل إليه، يبقى from بمعنى من، بنكتب جنبها اسم الكاتب المذكرة ووظيفته. طيب to بنكتب جنبها إيه؟ The reader's name أو قارئ المذكرة أو اللي هو مستقبل المذكرة المرسل إليه، بنكتب إيه؟ الاسم بتاعه جنبها. طيب بعد كده الركن الثالث اللي هو إيه؟ RE، ده اختصار لكلمة reference. reference بمعنى موضوع المذكرة. the subject of the memo، the subject of the memo يعني موضوع المذكرة بتدور حول ايه. تمام، يبقى احنا كده عندنا ثلاث اركان اهو لغاية دلوقتي، from to reference. الركن الرابع اللي ناقصنا ايه؟ اللي هو date. التاريخ او date بيكون موجود في صيغة السؤال في الامتحان. write today's date or use today's date، يعني اكتب تاريخ اليوم او استخدم تاريخ اليوم. يبقى نرجع مع بعض كده الاركان الاربعة للمذكرة. يبقى احنا لما نيجي نكتب المذكرة لازم يكون في الاربع اركان دول متوفرين. from يعني من، بنكتب جنبها the writer's name اللي هو كاتب المذكرة او المرسل. to يعني الى، بنكتب جنبها اسم اللي هو مستقبل المذكرة او اللي هيقرأها اللي هو المرسل اليه. وبعد كده reference او الموضوع the subject of the memo، وبعد كده date اللي هو بيبقى تاريخ اليوم. طيب بعد كده انا كتبت الاركان الاربعة، ايه الخطوة الجاية؟ الخطوة الجاية ان انا اكتب the content. the content اللي هو المحتوى، محتوى المذكرة. طب انا المحتوى ده هل انا بكتبه من عندي ولا بيكون موجود من ضمن صيغة السؤال؟ بيكون موجود، وهنتدرب دلوقتي في الاكسرسايزز ازاي نحل حاجة زي كده. طيب بعد كده، بعد ما كتبت الكونتنت، الخطوة الجاية ايه؟ الخطوة الجاية ان انا انهي المذكرة بتاعتي واكتب ايه في الانهاء بتاعها؟ thank you or thanks. يبقى انا عندي المذكرة تتكون من اربع اركان، from اللي هو the writer's name، to the reader's name، reference اللي هو السبجكت او الموضوع بتاع المذكرة، وديت اللي هو التاريخ. بعد كده بكتب المحتوى الموجود عندي وبنهي ب thank you. نبتدي بقى نشوف مع بعض describing correct procedures using should or shouldn't. معنى should يعني ينبغي ان، و shouldn't معنى ايه؟ لا ينبغي ان، يعني انا بنصح شخص ان هو يعمل شيء او لا يفعل الشيء ده. تمام، طيب نشوف مع بعض كده examples. you should be polite at all times. you should listen carefully. يبقى يجب عليك او ينبغي عليك أن تكون مهذبا طول الوقت. You should listen carefully يعني يجب عليك الإنصات أو أن أنت تستمع جيدا. You shouldn't say goodbye before the caller does، يعني لا يجب عليك أن أنت تنهي المحادثة أو تقول مع السلامة قبل ما إيه؟ قبل ما المتصل هو اللي ينهيها. You shouldn't say goodbye before the caller does، يعني لا ينبغي عليك أن تنهي المحادثة أو تقول مع السلامة قبل ما المتصل يفعل ذلك. You shouldn't speak too fast، يعني لا يجب عليك ان انت تتحدث بسرعة كبيرة، يعني انت المفروض ان انت يعني talk slowly or speak slowly. يبقى you shouldn't speak too fast. زي ما احنا شايفين من خلال examples الموجودة عندنا ان الفعل اللي جاي بعد should موجود فين؟ في المصدر، يبقى مكتوب في مصدره، ما بنضيفش ليه اي حاجة. يبقى الفعل بيكون بعد should or shouldn't بدون اي اضافات، يعني you should be، you should listen، you should say، you should speak، you shouldn't speak، you shouldn't say. دي كلها بيكون بعدها الفعل في المصدر. يبقى نراجع كده مع بعض. you should بمعنى ينبغي ان، تمام، وبيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر، يعني ما بنضيفش ليه اي اضافات. You shouldn't بمعنى لا ينبغي أن، وبيكون برضو بعدها الفعل في المصدر. نكمل مع بعض. Review of functional language يعني إيه functional language؟ functional language أو وظائف اللغة، إزاي بنوظف اللغة في المواقف المختلفة، يعني إزاي أنا لو عندي محادثة هرد فيها، إزاي لو في أنا في موقف معين هقدر إن أنا أرد. دي وظيفة language functions أو وظائف اللغة. يلا نتعرف عليها مع بعض. Review of functional language. أول حاجة معانا
offering things يعني عرض الأشياء أو إن أنا بعزم على حد بشيء. إزاي إن أنا أقول ده؟ What do you like? Would you like a drink? Would you like a drink? هل تحب إن أنت تاخد مشروب؟ Would you like some cake? هل تحب بعض الكيك؟ يبقى أنا الأساسي عندي إن أنا بقول إيه؟ Would you like? Would you like a drink? Would you like some cake? ده في حالة إن أنا إيه؟ بعرض شيء أو offering things أو إن أنا بعزم حد على شيء. نشوف تاني حاجة معانا. Invitations and responses. Invitations اللي هي الدعوات and responses إزاي أرد على دعوة شخص ليا. يعني مثلا Would you like to go to the cinema with me? يعني حد مثلا بيقول أو بيعزم حد إن هو يروح معاه للسينما. Would you like to go to the cinema with me? هل تحب إن أنت تذهب معايا إلى السينما؟ رد عليها لو أنا مثلا موافق هرد إزاي؟ هقول Yes I'd love to. أيوة أود ذلك. أنا ماشي أوكي تمام أود ذلك. أو لو أنا مثلا هرفض بس بطريقة مهذبة أقول إيه؟ I'd love to but I can't. I'd love to but I can't. يبقى invitations and responses يبقى الدعوات إن أنا بدعو أشخاص أو بدعو أي حد، بدعو صديق مثلا لشيء، أقول مثلا Would you like to go to the cinema with me؟ هل تحب إن أنت تذهب معي للسينما؟ لو هو موافق هيرد علي يقول لي إيه؟ Yes I'd love to، أود ذلك. هو مش موافق وبيرد عليا باسلوب مهذب يقول I'd love to but I can't اود ذلك ولكن لا استطيع مثلا ممكن يقول I'm busy I have homework to do كده. اوكي اللي بعد كده starting a conversation using question tags يعني بدء محادثة باستخدام الأسئلة او السؤال المزيل. طيب ازاي؟ يعني مثلا انا عندي example He is absent today Isn't he? He is absent today. Isn't he? أنا بستخدم السؤال المزيل للتأكيد. يبقى معنى أليس كذلك؟ يعني هو غائب اليوم. لم يحضر يعني. هو غائب اليوم. أليس كذلك؟ زي ما أنتم ملاحظين كده. السؤال المزيل أنا لو عندي الجملة موجودة مثبتة في الحالة دي السؤال المزيل بتاعي اللي هو الموجود هو في آخر الجملة بيكون إيه؟ منفي. يعني he is absent. يبقى isn't he? He's absent today, isn't he? The train is very late, isn't it? يبقى أنا عندي أهو the train is very late الجملة إيه؟ مثبتة. ففي الحالة دي بيكون السؤال المزيل بتاعي إيه منفي. يبقى the train is very late, isn't it? ده بدء محادثة باستخدام question tags أو الأسئلة المزيلة. Offering to do things. Offering to do things يعني ان انا بعرض على حد ان انا اعمل له شيء. زي ايه؟ Can I help you? Can I help you? هل استطيع مساعدتك؟ I'll do the exercise for you. يعني انا هعمل لك التدريب ده او السؤال ده هفهمك او هعمله لك. طيب في كتير منكم بيتلخبط بين Can I help you? و Could you please help me? طبعا المعنيين مختلفين خالص. يعني ايه؟ يعني can I help you؟ يعني انا بعرض على حد ان انا اساعده. Would you please help me؟ او can you help me؟ معناها ان انا طالب انا المساعدة. ما ينفعش ان احنا نلخبط بين الاثنين. يبقى can I help you؟ يعني انا بعرض المساعدة. Can you help me؟ انت اللي انا طالب منك انت تساعدني. اوكي؟ لازم نفرق كويس قوي قوي بين الاثنين لان الاثنين مختلفين خالص. اوكي؟ يبقى هنا offering to do things. Can I help you؟ Can I help you? أو مثلا I'll do the exercise for you. Making polite requests يعني عايز أطلب شيء بطريقة مهذبة. إزاي أنا أطلب الأشياء بطريقة مهذبة؟ ممكن أنا أقول مثلا For example Can you show me how to do the exercise? يعني أنت ممكن توضح لي إزاي أن أنا أحل الإكسرسايز ده أو أن أنا أعمل الإكسرسايز ده. يبقى Can you ده الأساسي بتاعنا وبعد كده بقول الحاجة اللي أنا عايز أطلبها. Can you show me how to do the exercise? Could you photocopy this for me please? ممكن حضرتك تطبع لي ده أو تنسخه لي لو سمحت. Could you photocopy this for me please? بعد كده عندنا asking permission. Asking permission يعني أنا بطلب الإذن أو بستأذن. إزاي مثلا for example Can I come in please? Can I come in please? يعني ممكن ان انا احضر او ادخل من فضلك. May I use your pen? هل استطيع ان انا استخدم القلم بتاعك؟
يبقى انا كده بستأذن من حد ان انا يا اما ادخل يا اما استخدم حاجة تخصه. يبقى في الحالة دي بقول ايه؟ can I or may I. can I come in please for example، او ممكن اقول may I use your pen please، او ممكن اقول may I use your pen. اوكي، بعد كده give examples for each thing. احنا عندنا حاجات عايزين نجيب ليها examples، نجيب عليها امثلة. زي ايه؟ اول حاجة معانا colors. colors بمعنى الالوان. نشوف كده الالوان اللي معانا على سبيل المثال، for example red yellow green blue. يبقى red اللي هو اللون الاحمر، yellow اللي هو اللون الاصفر، green اللي هو اللون الاخضر، blue اللي هو اللون الازرق. دي امثلة لايه؟ للcolors او الالوان. adjectives for describing people، يعني انا عايز اوصف الاشخاص بصفات. على سبيل المثال for example ممكن اقول ايه؟ tall. tall بمعنى طويل، طويل القامة يعني. short. short يعني قصير القامة. young يعني صغير السن. middle aged يعني متوسط العمر او في منتصف العمر. elderly يعني كبير في السن. يبقى نقول تاني كده مع بعض، tall يعني طويل، طويل القامة. short اللي هو قصير القامة. young اللي هو صغير السن. middle aged اللي هو في مرحلة منتصف العمر. elderly يعني كبير في السن. adjectives that are opposites يعني ايه؟ صفات متضادة او عكس بعضها. الصفات المتضادة او عكس بعضها زي ايه مثلا؟ for example big عكسها ايه؟ small. quite يعني ايه؟ يعني ايه big؟ يعني كبير او ضخم. small يعني صغير الحجم. quite يعني هادئ. noisy يعني مزعج وبيعمل ضوضاء يعني. cheap يعني رخيص الثمن، عكسها expensive يعني غالي الثمن. يبقى دي الصفات وعكسها، big اللي هي كبير الحجم، عكسها small صغير الحجم. quiet يعني هادئ، عكسها noisy اللي هو مزعج. cheap يعني رخيص الثمن، عكسها expensive اللي هو غالي الثمن. بعد كده في عندنا clothes. clothes اللي هي ايه؟ الملابس زي ما احنا شايفين. زي مثلا for example jacket. jacket اللي هو الجاكيت. shirt اللي هو القميص اللي هو shirt. socks اللي هو الجورب او الشراب. و trousers اللي هو البنطلون. يبقى jacket shirt socks trousers. food and containers. food اللي هو الطعام، and containers اللي حاويات اللي احنا الحاجات اللي احنا بنحط فيها الطعام بتاعنا. زي ايه؟ bread oranges، والحاويات زي ايه؟ packet و box. ده بالنسبة ل food and containers. بعد كده computer words او الكلمات اللي بتخص الكمبيوتر. زي ايه مثلا؟ في عندنا screen. screen اللي هي الشاشة. keyboard. keyboard اللي هي لوحة المفاتيح. mouse اللي هو الفارة او الماوس اللي بنستخدمه في الكمبيوتر يعني. يبقى screen بمعنى الشاشة، keyboard بمعنى لوحة المفاتيح، mouse اللي هو الفارة. بعد كده عندنا purpose structures. يعني ايه purpose structures؟ يعني تركيب او تكوين جملة بيوضح الغرض. اللي هو ازاي يعني بيوضح الغرض؟ ده اللي هنعرفه من خلال examples. اول example معانا study hard، يعني ذاكر بجد، ذاكر كويس. study hard so that لكي you can succeed. يبقى study hard ذاكر بجد، so that you can succeed. احنا هنا الاول الجزئية دي ايه؟ الاكشن، الحاجة اللي انا بعملها اللي هو ايه الاكشن بتاعي؟ study hard يعني ان انا اذاكر بجد. طيب so that لكي، لو انا ذاكرت بجد الغرض منه ايه؟ يبقى ده اللي هو purpose او الغرض. you can succeed. you can succeed ان انت تستطيع ان انت ايه؟ تنجح. يبقى study hard ده الاكشن.
so that لكي تستطيع ان انت تعمل ايه بقى، ان انت تنجح. ده ال purpose بتاعك، ده الغرض بتاعك. الغرض من ايه؟ الغرض من ان انت تذاكر بجد، تمام؟ طيب يعني احنا كده ملاحظين ايه؟ ملاحظين ان الاكشن بيجي الاول، وبعد كده بيبقى معاه so that، وبعد so that بيبقى فيه subject وبعدين verb. يبقى بعد so that بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه subject وبيبقى فيه ايه؟ verb. يبقى study hard so that you can succeed، في عندنا هو you للsubject، we can ده في عندنا verb، تمام؟ يبقى action وبعد كده so that، وبعد كده اللي هو purpose بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن subject plus verb. ده بالنسبة لاستخدام so that، ان انا ابين بيه الغرض. طيب في حاجة تانية ممكن استخدمها علشان اوضح الغرض في الجملة؟ yes we can use to. ازاي؟ study hard to succeed، هي نفس الجملة اللي انا استخدمتها من شوية، ولكن المرة دي انا استخدمت حاجة تانية، استخدمت to ما استخدمتش so that. ملاحظين الفرق؟ احنا عندنا ده ايه؟ ده الاكشن اللي انا عملته اللي هو ايه؟ study hard. طيب استخدمت to بمعنى برضو لكي ايه؟ succeed. عندنا ايه purpose او الغرض؟ احنا ملاحظين ان بعد to في ايه؟ هل في عندنا subject to verb؟ لا مفيش عندنا. يبقى بعد to بنحط الverb ولكن بيكون في المصدر. يبقى الفرق بين so that في الاستخدام ان so that بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها subject to verb، ولكن اذا استخدمت to لتوضيح الغرض او purpose في الحالة دي بستخدم الفعل في المصدر. يبقى عندي هنا action plus to plus verb in the infinitive. يبقى انا study hard to succeed، تمام؟ study hard to succeed. يبقى ده ايه؟ ده كده الغرض اللي هو succeed اللي هو الفعل في المصدر. study how we say long numbers. انا بقى لو عندي مثلا رقم كبير زي ده، لو احنا مثلا قلنا in Arabic، لو احنا اتكلمنا بالعربي وقلنا الرقم بالعربي اللي هو 1230، how to say it in English؟ يلا نعرف مع بعض هنقوله ازاي. 1230. طب احنا لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان احنا ما حطناش and غير قبل ايه؟ قبل العشرات. يبقى انا بقول ايه؟ 1230. نشوف مثال اخر، 20499. يبقى ازاي ان انا اقوله بقى الرقم ده؟ 20,499. 20,499. يبقى 20,000 اللي هو ايه؟ 20,000. و499. 400. هل انا قلت and 400؟ لا، ما قلتش and غير قبل العشرات فقط. يبقى 20,499. طيب الرقم اللي عندنا ده اللي هو ايه؟ 110,999. طيب 110,000 يبقى 110,999. خدتوا بالكم ان احنا مثلا 110,000 حطينا and قبل ايه؟ قبل العشرات في الاول، الجزء الاول من الرقم، يعني 110,000 999. طيب يبقى احنا كده فهمنا ازاي ان احنا نقرا الرقم الكبير، how to say long numbers، الارقام اللي بتبقى طويله اللي فيها ارقام كتيره. يبقى اخر رقم معانا 110,999. بعد كده بقى هناخد exercises علشان ايه؟ نطبق اللي احنا اخدناه النهاردة واخدناه السيشنز اللي فاتت او الحلقة اللي فاتت في unit 1. اول حاجة معانا write a memo. write a memo to all clerical staff from Della Bain about the layout of letters. ask them to remember that letters from POS should have the date on the right not on the left. write today's date. يبقى انت ده النموذج اللي بيجي بيه السؤال الخاص بالمذكرة في الامتحان. طب ازاي ان انا ابتدي
اخد الداتا بتاعتي من السؤال، ازاي ان انا اقسمه التقسيمه اللي احنا قلنا عليها، ازاي ان انا اعمل الاربع اركان بتوعي واكتب المحتوى وانهي المذكره. هنعرف مع بعض دلوقتي خطوه بخطوه. يبقى هو مطلوب مننا ايه؟ write a memo to all clerical staff from the labin. يبقى اول حاجه لازم احدد هي موجهه الى مين. يبقى اهي write a memo to all clerical staff. يبقى هي الى موجهه الى، يبقى ايه؟ all clerical staff، كل الهيئه الكتابيه. يبقى المذكره بتاعتي موجهه الى مين؟ الى all clerical staff او كل الهيئه الكتابيه. طب ده اللي حددته اهو اول ركن معايا to. طيب الركن الثاني from. انا هنا عندي from يعني من. مين اللي كاتب المذكره؟ بيجي بعدها على طول اسم اللي كاتب المذكره، او ممكن بيجيب اسم وظيفته. في الحاله دي هو جاب لنا اسمه فقط، يبقى from Delabain. Delabain ده اسم الشخص اللي كاتب المذكره، وليكن مثلا مدير المكتب مثلا. تمام، يبقى انا كده جهزت معايا اتنين ركن من اركان المذكره to و from. to بمعنى الى، وبيتكتب بعدها اللي هو ايه اللي هيستقبل المذكره او المرسل اليه. وبعدين from يعني من، بيتكتب بعدها ايه؟ بيتكتب بعدها اسم كاتب المذكره او الراسل. طيب لسه في عندي كده ايه؟ لسه في reference اللي هو reference الموضوع. طيب نكمل كده مع بعض قراءه نشوف ايه. About the layout of letters. يبقى المذكره بتاعتي is about what؟ is about the layout of letters، يعني نموذج او طريقه تصميم الخطابات، ازاي ان انا اصمم الخطابات، the layout of letters. طيب يبقى انا عندي كده بعد about موضح لي الموضوع بتاع المذكره. يبقى انا كده جهزت معايا ثلاث اركان to from و reference. لسه الركن الرابع ده في اخر السؤال او في اخر صيغه السؤال، كاتب لي ايه بين قوسين اهو between two brackets، كاتب ايه write today's date او اكتب تاريخ اليوم. فكده انا بشوف تاريخ اليوم ايه وبكتب. يبقى انا كده جهزت معايا الاربع اركان بتاعه المذكره. لسه باقي قصادي ايه؟ لسه باقي ان انا اكتب بقى محتوى المذكره. برضو انا هحدده من خلال المحتوى بتاع السؤال او من خلال الداتا الموجوده قدامي في السؤال. طيب شوف كده ask them to، يعني اطلب منهم to remember that letters from POS should have the date on the right not on the left. يعني هو المذكره دي بتقول ايه؟ بتقول ان انت المفروض هتطلب من الـ من الـ من هيئه العمل الكتابيه او clerical staff، انت المفروض بقى ايه هتطلب منهم؟ ايه هتطلب منهم؟ to remember، يتذكروا that letters from POS، ان الخطابات الوارده من شركه POS او اللي جايه من شركه POS should have the date on the right not on the left. ان الخطابات اللي صادره من شركه POS لازم يكون مكتوب فيها التاريخ ناحيه اليمين وليس ناحيه اليسار. خلاص انا كده حددت المحتوى ازاي. انا هعمل ايه؟ ask them to دي همسحها او هشيلها خالص. بقى انا عندي كلمه ايه اللي هي remember that، يبقى ايه؟ تذكروا ان الخطابات من شركه POS from POS should have the date on the right not on the left. يبقى انا كده جهزت معايا المحتوى كامل وجهزت معايا الاركان وكل حاجه. اللي باقي بس ان انا اكتب المذكره بتاعتي وبعد كده انهيها. يلا نكتبها مع بعض. يلا اول حاجه from يعني من. فين بقى from اللي احنا حددناها؟ ايوه from Delabain. Delabain اللي هو اسم الشخص اللي كاتب المذكره، اللي هو راسل، الراسل بتاع المذكره. to يعني الى. الى مين؟ موجهه الى مين؟ زي ما احنا حددنا اهو في السؤال. all clerical staff يعني كل الهيئه الكتابيه، all clerical staff. reference اللي بختصرها ل RE. طيب هكتب ايه؟ اللي هو بعد كلمه about، يعني حول ايه؟ the layout of letters يعني تصميم الخطابات. طيب لسه باقي عندي التاريخ، نكتب تاريخ اليوم write today's date. كتبنا خلاص تاريخ بتاع اليوم. يلا بينا نكتب بقى المحتوى. ممكن انا ابتدي اقول remember that على طول، بس انا عايز ابتدي بشكل polite، بشكل مهذب. يبقى ممكن اقول ايه؟ please remember that letters from POS should have the date on the right not on the left.
خلصت المذكرة بتاعتي، حطيت في الوسط. طب خلاص لسه باقي ايه؟ لسه باقي ايوه ان انا انهي المذكرة. هنهيها بايه؟ ب thank you، thank you او thanks. انا كده المذكرة السؤال بتاعها بيكون من اسهل الاسئلة ان انت ممكن تحلها، بيكون بسيط وسهل ان انت تاخد المعلومات من السؤال، وما عليك غير ان انت بس بتجهز الحاجة بتقسمها وبعد كده بتشتغل بيها. ننقل على سؤال اخر. في عندنا conversation، في شخصين A and B بيتكلموا مع بعض، من الواضح ان هي telephone call او محادثة هاتفية. Hello 3453749. يبقى الرد رد ايه؟ وقال رقم التليفون علشان ما يسيبش مجال للخطأ. لو حد متصل بالغلط ايه يقول؟ انا يعني I'm sorry this is a wrong number. فالمتصل بيرد عليه بيقول له Hello is، وفي عندنا space، John. قال له yes it is. طيب في الحالة دي هكتب ايه؟ ايوه هقول is that John، اللي معايا ده John. قال له yes it is، ايوه اللي معاك John. hello John، في عندنا space، is صلاح. يعني هو قال له هو اللي معايا ده John، قال له بقى ايه؟ اللي معاك ده او انا اكون صلاح، يبقى ايه؟ this is صلاح، this is صلاح. how في space، you صلاح، يبقى ايه؟ yes how are you، how are you صلاح. I'm fine thanks and، وفي عندنا space، رد عليه قال له I'm fine thanks، يبقى في الحالة دي and ايه؟ and you، and you yes. يبقى هو بيقول له وانت اخبارك ايه؟ فقال له I'm fine thanks. يبقى احنا علشان نحل السؤال بتاع ال conversation، لو احنا مثلا فرضا يعني مش عارفين ان احنا نخمن الاجابة، تايهة عننا الاجابة، نعمل ايه في الحالة دي؟ بنبص على الجملة بتاعت الطرف الاخر اللي بيرد بيها، هنقدر ان احنا نستكشف بيها او نكتشف السؤال او الحتة الفاضية، المكان بتاع النقط ممكن نحط فيه ايه. يبقى اذا احنا نقرأ الاول المحادثة ككل، وبعد كده نحدد ايه اللي ممكن ان احنا نحطه، وطبعا بنعتمد على language functions اللي احنا درسناها، فبتسهل علينا مواضيع كتير قوي. يلا نكمل مع بعض. يبقى المحادثة بتاعتنا نقرأها كاملة. Hello 3453749. Hello is that John؟ Yes it is. Hello John this is Salah. How are you؟ How are you Salah؟ I'm fine thanks and you؟ I'm fine thanks. نشوف مع بعض another dialogue or conversation. How، وفي عندنا space، is Paul. طيب نشوف كده احنا السؤال ده ناقصه ايه. نشوف الاجابة اللي بعده بتاعت بي، بيقول له I think he's 30. yes يعني ايه؟ اعتقد ان هو عنده 30 سنة. يبقى انا في الحالة دي بسأل على ايه؟ على السن. يبقى how old is Paul، how old is Paul. I think he's 30، عنده 30 سنة. what about George، يعني ايه اخبار جورج؟ ماذا عن جورج؟ I don't know. I، وفي عندنا space، think he's over 40. انا ما اعتقدش ان هو ايه فوق الاربعين مثلا. يبقى I don't think he's over 40. طب لو الشخص التاني هيقول نفس الكلام، انا فعلا ما اعتقدش برضو، هيقول ايه؟ nor do I. يبقى nor do I. he's probably about 35. هو حوالي، من المحتمل ان هو يكون ايه؟ about، يعني حوالي 35 سنة or 35. نقرأ كده مع بعض تاني ال conversation بتاعتنا. How old is Paul؟ I think he's 30. What about George؟ I don't know. I don't think he's over 40. Nor do I. He's probably about 35. تمام؟ نشوف مع بعض مثال آخر، number 3. في عندنا two spaces، يعني احنا هنحط كلمتين. like films، يعني هو ده سؤال، وبعدين الإجابة بتاعته في space I do. يبقى ايه؟ يبقى ممكن يكون السؤال مثلا هل تحب الأفلام؟ يبقى do you like films؟ يبقى ايه الإجابة؟ طالما قال I do يبقى ايه؟ yes I do. تمام. وبعدين في عندنا three spaces،
to come with me to the cinema this evening. يعني بعرض عليه. لسه احنا دلوقتي قايلين في language functions ازاي ان انا بعرض على حد او بعزم حد ان هو يجي معايا السينما مثلا. بقول ايه؟ would you like to come with me to the cinema this evening. هل تحب ان انت تأتي معي للسينما هذا المساء؟ طيب الاجابة هنا I'd love. ها ايوة I'd love to زي ما احنا خدنا من شوية في language functions. يبقى اذا language functions بتساعدنا كتير ان احنا نبقى عارفين ازاي نحل الconversation. I'd love to but I can't. I'm busy. I'm busy ايه؟ هو طالب منه ان هو يخرج معاه يروح السينما هذا المساء. ففي الحالة دي بيقول له ايه؟ I'm busy ايه؟ ايوة هذا المساء this evening. يبقى بنقول مع بعض كده الconversation بتاعتنا تاني او الدايلوج بتاعنا تاني. Do you like films? Yes, I do. Would you like to come with me to the cinema this evening? I'd love to, but I can't. I'm busy this evening. تمام؟ بعد كده عندنا سؤال matching. Match these abbreviations to the definitions. يعني ايه؟ يعني انا في عندي abbreviations. يعني abbreviations يعني اختصارات. في عندي اختصارات والتعريف او التعريفات بتاعتها. طب نشوف كده اول اختصار معانا ENCL بمعنى enclosure او enclosed. بمعنى ايه؟ بمعنى مرفق مع الخطاب. طيب تاني اختصار معانا PTO بمعنى please turn over او من فضلك اقلب الصفحة او يعني خليك في الصفحة التانية من فضلك اقلب الصفحة. B.P يعني on behalf of او بالنيابة عن. SAE يعني stamped and addressed envelope يعني عندنا ظرف مختوم مجهز للطوابع وموجه. TEL بمعنى رقم التليفون. C.C بمعنى carbon copy او نسخة كربون او نسخة طبق الاصل. اوكي يعني نستخدم بقى الابريفيشنز دي. هنشوف ايه التعريف المناسب لكل abbreviation ونحطه قصاده. نشوف كده اول مثال معانا. A. This means look on the other side of the paper. يعني ايه؟ هنقلب الصفحة على الناحية التانية. يعني ايوة. BTO. Please turn over. This means look on the other side of the paper. يعني انظر على الجانب الاخر او على الجهة الاخرى من الورقة. B. This means telephone number. This means telephone number. يعني ايه telephone number؟ يعني رقم الهاتف. يبقى ايه؟ T-E-L. T-E-L يعني رقم الهاتف. يبقى this means telephone number يعني معناها رقم الهاتف. C. A secretary writes this before his or her signature. When he or she signs a letter for the boss. يعني ايه؟ يعني السكرتيرة a secretary writes this before بتكتب ده قبل توقيعه او توقعها. يعني السكرتير او السكرتيرة قبل ما بيوقع بالنيابة عن الرئيس يعني بيوقع نيابة عنه بيكتب ايه؟ بيكتب الابريفيشن ده. يبقى a secretary writes this before his or her signature when he or she signs a letter for the boss. بتوقع له هي. بتوقع بالنيابة عنه. يبقى نختار ايه؟ Yes. B.B. D. You can send this with a letter so that the recipient can reply to you easily. يعني انت تقدر ان انت تبعت ده. You can send this. تقدر ان انت تبعته. With a letter. So that the recipient اللي هو المستلم can reply to you easily. يقدر ان هو يرد عليك بسهولة. ايوة يعني انتنا لو الخطاب معايا الانفلوب بتاعه او الظرف بتاعه موجه وموقع وايه ومختوم. في الحالة دي بيكون سهل ايه ان احنا نرد عليه او نبعت له الرد بسرعة. يبقى ايه SAE اللي هو stamped and addressed envelope. E. This abbreviation means there is something in the envelope with this letter. يعني ايه؟
الاختصار ده this abbreviation. Abbreviation بمعنى اختصار. This abbreviation means there is something in the envelope. في شيء آخر موجود في الايه في الظرف. With the letter يعني في حاجة موجودة بجانب الخطاب. حاجة احنا ارفقناها مع الخطاب. يبقى بالنسبة لده هيبقى ايه اللي هو مرفق مع او مرفق مع الخطاب اللي هي enclosure او ENCL. يبقى this abbreviation means there's something in the envelope with this letter. يعني معناه ان في حاجة مرفقة مع الخطاب اللي معانا. تمام اللي هو ENCL او enclosure. If this means that you are sending a copy of the letter to someone else. يبقى this means ده معناه you are sending انت بترسل a copy نسخة of this letter للخطاب ده لشخص اخر. يبقى ايه ايوه C.C او carbon copy اللي هي ايه نسخة طب الاصل او نسخة كربون. يبقى this means that you are sending a copy of this letter to someone else. سؤال اللي معنا بعد كده should the correct answer from A, B, C or D. يعني نختار الإجابة الصحيحة. choose the correct answer يعني اختار الإجابة الصحيحة من الاختيارات A, B or C or D. okay. you space clean your hands before eating. you should, you can, you shouldn't, you did. يبقى ايه ايوه يجب عليك او ينبغي عليك. يبقى you should يبقى الاجابه بتاعتنا. ليه احنا كمان بقى معاها كمان الفعل في المصدر. يبقى you should ينبغي عليك. to clean you should clean your hands before eating. ينبغي عليك ان انت تنظف يديك قبل ايه قبل الـ الاكل قبل ما تبتدي ان انت تاكل. يبقى you should. طبعا كان بمعنى يستطيع مش هتبقى صح, وشودنت هتبقى معنى خطأ, وديد ما هيش طبعا ايه مناسبة معانا ومش مناسبة كمان للمعنى. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. I hope you enjoyed our episode today. I found it useful. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالحلقة النهاردة وتلاقيتوها مفيدة بالنسبة لكم. طبعا احنا النهاردة اخدنا في الحلقة بتاعتنا يعني حاجات مفيدة لنا جدا. ابتدينا الاول بفوكابلري, بعد كده يعني خدنا المفردات بتاعتنا. المفردات دي احنا نستخدمها في اوقات كتيرة جدا طول السنة. هنستخدمها كمان في هنستخدمها في المحادثات, وهنستخدمها في الترانسليشن. وخدنا مع بعض ازاي نكتب المذكرة, واخدنا اكسرسايزز على الشغل بتاعنا. Until we meet next time, إن شاء الله. Wish you all the best. أتمنى لكم أطيب الأمنيات.